مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه لشوف تيفي. دعا الملك محمد السادس الحجاج المغاربه الى تمثيل المغرب افضل تمثيل، وذلك باعطاء الصوره المثلى عن تشبع الشعب المغربي بالتسامح والاعتدال والالتزام بالوحده المذهبيه والاخذ بالوسطيه ونبذ التطرف. وقال الملك في الرساله الساميه الموجهه الى الحجاج المغاربه عند مغادرتهم ارض الوطن نحو الديار المقدسه لموسم 1443 هجرية: كونوا معاشر الحجاج سفراء لبلدكم في تجسيد هذه القيم المثلى والتشبث بهويتكم الثقافية والحضارية ووحدتكم الوطنية والمذهبية. وأبرز الملك أنه أصدر تعليماته السامية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ليواصل جهوده المحمودة في توفير شروط الرعاية ومظاهر العناية بإقامة الحجاج في الديار المقدسة للأداء الأمثل للمناسك بما يستلزم ذلك من تأطير متكامل دينيا إداريا وصحيا ومواكبة كل الأشواط التي يمر بها الحجاج داعيا الحجاج إلى التعاون في تحقيق هذه المطالب باحترام التعليمات والتنظيمات المتكاملة في الحل والترحال وبالانضباط معها في كل وقت وحين. وبهذه المناسبة دعا الملك محمد السادس الحجاج إلى الدعاء له بما يشد أزره ويسدد خطاه على طريق تنمية المغرب وإسعاد شعبه واضطراد تقدمه، وأن يقر عيونه بالأمير مولاي الحسن وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وأن يشمل برحمته ورضوانه روحي جده ووالدها الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني جزاء وفاقا على ما حققاه للمغرب من حرية واستقلال ونهضة في كل مجال. وجدد الملك للحجاج والحاجات دعاءه الموصول بالحج المبرور والسعي المشكور والجزاء الموفور وتحقيق ما يرجونه لأنفسهم في أداء هذه الفريضة المباركة من خير الدنيا وخير الآخرة والعودة إلى وطنهم سالمين غانمين. إلى اللقاء.